الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية. استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الموقف طبعا الهادف لاستعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي اللي لم تزد القضية الليبية سوى تعقيدا وتصعيدا، حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل كامل. من جانبه أبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، وأشاد بشكل واضح بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية واللي من شأنها أن هي تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا. أيضا الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، بالإضافة كمان لبعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين. يعني المداخلة دي أو هذا الحوار اللي دار بين رئيس سيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب له تأويل وله تفسيرات عديدة جدا من الناحية الاستراتيجية وأيضا من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية العسكرية. ما الرسائل التي يعني وردتنا من خلال هذه المكالمة؟ خلينا نعرف تفاصيل أكتر. بينضم لنا سيادة اللواء ناجي شهود، سيادة اللواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ايمان، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك معنا يا سياده اللواء. زملائك في الاستوديو واهلا بمشاهدي قناه المحور. اهلا بحضرتك. يعني سياده اللواء خليني ابدا منذ نهايه الاحداث. النهارده كان في اتصال هاتفي وكان من ابرز الملفات اللي تم بحثها في هذا الاتصال بين الرئيس سيسي والرئيس الامريكي هو الازمه الليبيه الحقيقه. فخليني اعرف من حضرتك تابعت هذه المكالمة ازاي؟ طيب نتفق يا استاذ ايمان ان كل دولة لها قرون استشعار في الدول الاخرى. قرون الاستشعار دي ما بين عسكريين ومدنيين ممثلين في السفارات في القنصليات في الملحقين العسكريين، كل ده بيقول ما يحدث في البلاد للجهة اللي بتشغله. مؤكد ان ما يحدث في الساحة المصرية من تحركات سياسية وتحركات قانونية وإجراءات تتعلق بتأمين مصر في الاتجاه الاستراتيجي الغربي منقولة نصا من قرون الاستشعار الأمريكية إلى رئاستهم وقيادتهم، وزي ما كل السادة السفراء بيعملوا. خدي بالك في تحركات عندك حادة شوية وممكن الناس تفسرها كل بطريقته، وده شيء جيد. المجلس الدفاع الوطني بينعقد، مجلس النواب النهارده، لا اصبري عليا يا ايمان، من شهر تقريبا يا بنتي العمل محدد في المنطقه الغربيه العسكريه في قاعده سيدي براني، وكان متواجد جزء من اهلنا في ليبيا. دايما بقول في من خلال المحاور المختلفه ان سكان المناطق الحدوديه يا ايمان ما لهمش فصل كامل، ما تقدريش كل المناطق الحدوديه في العالم، مش عندنا بس جيراننا احنا، لا في اوروبا في 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 امريكا اللاتينيه في امريكا الجنوبيه في اسيا سكان المناطق الحدوديه ما تقدريش تحكميهم بسلك، فعوامل المصاهره والتداخل والتزاوج موجوده ليل نهار. طيب يبقى من حوالي شهر كان عندنا لقاء في قاعده سيدي براني، من حوالي 3 4 ايام كانوا شيوخ القبائل معظم القبائل الليبيه مجتمعين بشخصيات جم قالوا ما تسيبوناش احنا ليبيا ومحتاجينكم في الوقت ده. التوابع ان اهم حاجه في الاجراءات اللي تمت خلال 72 ساعه اللي فاتت يا ايمان حاجه لازم نرسخها في فكر اولادنا وشبابنا، ايه هي؟ العمل المؤسسي. يعني ايه؟ يعني مصر لا تدار بالنظام
الصاحب الواحد صاحب البلد بياخد قرار ويمشي، لا. مصر فيها مؤسسات، والمؤسسات كل مؤسسه بتشيل مسؤوليتها. مجلس الدفاع الوطني او حتى مجلس الامن الوطني، كل دول فيهم العناصر اللي بتمثل قوة الدولة الشاملة للدولة، قوة الدولة الشاملة لأي دولة. أما يجتمع مجلس الدفاع في سواء اجتماع عادي أو اجتماع دوري يعني عادي أو اجتماع طارئ عشان ينظر فيما يحدث، ما يتم على الساحة الليبية، هل إحنا كمجلس دفاع وطني كجهة عسكرية نقدر نقول إيه اللي ممكن نعمله؟ عندهم القدرة من منطلق درايتهم بإمكانيات القوات المسلحة. خدي بالك مجلس الدفاع الوطني أكثر من نصه عسكريين، رؤساء رئيس الأركان، سيد وزير الدفاع، قائد الأفرع الرئيسية البرية الجوية والدفاع الجوي والبحرية، مدير المخابرات الحربية، رئيس هيئة العمليات، فهو بصبغة عسكرية. طيب عشان برضو مفيش قرار منفرد مجلس الدفاع الوطني غير قادر وليس له الصلاحية أن يتخذ مثل هذه القرارات، إنما بيقول للسيد القائد الأعلى إن إحنا على استعداد إذا انطلب عمل بشكل أو آخر من خلال وضع قانوني ودولي، القوات المسلحة المصرية هتنفذ أوامر الشعب المصري كما يأمر. طب الشعب المصري يأمر إزاي؟ اجتماع البرلمان. ليه؟ 600 عضو دول يا إيمان هم اللي جايين من القرى والنجوع والمراكز والمدن والمحافظات، هم اللي بيمثلوا الشعب المصري. صحيح. أما يقفوا النهارده يقولوا إحنا بنفوض الجيش المصري ان يحرك عناصر منه، طبقا العناصر منه ما يقدرش يحددها لانهم غير مدركين بطبيعه المهام ولا نوعيتها ولا نوعيه العناصر المطلوب استخدامها في هذه المرحله، وهل قوات بحريه ولا جويه ولا دفاع جوي ولا قوات بريه ولا عناصر نوعها ايه وشكلها ايه وحجمها ايه وتوقيت ومكان، كل ده عمل جهات اخرى. انما اما شعب مصر يقول من خلال مفوضين ونوابه انطلق يا قوات مسلحه، شوف أمن مصر بالمقام الأول من الاتجاه الغربي وما تنتظرش أما ألاقي الفيران جيالي وحرمية الغسيل جيالي من كل حتة. هذا الأمر خد القرار النهاردة ممثلي شعب مصر وقالوا الكلام ده. خدي بالك شعب يعني كلكم عارفين يا أهل مصر، لا ديننا ولا أخلاقنا ولا قيامنا نفس يسمحوا لنا إن احنا نروح ناخد حتة من أي دولة. دينك أمرك بكده يا إيمان وأنت عايشة بالدين، إن كنت مسيحية ولا مسلمة حكمك دينك. طب الصمت الأوروبي والصمت الأمريكي إيه ساكتين ليه على اللي بيحصل؟ والله يا سيادة اللواء يعني بعيدا عن الجانب الديانة، أنا القوات المسلحة المصرية عمرها ما كانت أبدا قوات مسلحة يعني بتتعامل باستبداد مع أي دولة أو بتوغل أو تدخل في شأن أي دولة. حتى تعامل الدولة المصرية سواء القيادة السياسية أو الدولة المصرية بشكل عام مع ملف ليبيا متمثل في إعلان القاهرة ومن ثم لقاء السيد رئيس مع ممثلي القبائل الليبية، يعني تعامل فيه رقي واحترام. وأكيد حضرتك تابعت كلمة السيد رئيس لن ندخل ليبيا سوى بطلب منكم ولن نخرج منها سوى بأمر منكم، فهذه الكلمات تدل على عقيدة وأخلاق القوات المسلحة المصرية. متوافقين تماما انا وحضرتك، انا بس عشان في حاجات في التاريخ الناس بتقولها وهي غير مدركه تمت ازاي. زي ما بيقول لك لا ما هو المصريين مع محمد علي راحوا لحد منابع النيل وراحوا لحد خليج العربي وخدوا ونزلوا لحد اليمن، كل ده تم من خلال محمد علي الضابط الالباني اللي جابته الامبراطورية العثمانية بكتبته عشان تسيطر على الدولة المصرية ضمن اي عسكريين بيجيبوهم كل ما يروحوا يحكموا دولة العثمانيين الاتراك يجيبوا كتيبة بضباطها بعسكرها يسيطروا. اما محمد علي قيم الدولة والانسان المصري والدولة والانسان التركي او العثماني في هذا الوقت قال لك ده فرق السماء بالارض، تركية ايه والعثمانيين ايه، اضرب مصر هتطيح ومصر انا بالانسان المصري هعمل اللي انا عايزه. الانسان المصري ده هو اللي اشتغل باوامر اللي اما خرج باوامر مش انسان مش راجل مصري، خرج باوامر الوالي الالباني محمد علي. بس المشكله فين؟ القضيه فين؟ في الانسان المصري. هو ده مكمن الخطوره وهو ده يا ايمان اللي بنسعى الى ان هو نقول له اعرف قيمتك يا ابن مصر،
ومراكز البحث والدراسة في أوروبا وأمريكا قارئة قراءة جيدة جدا لكي ولكل زملائك ولكل المصريين، وعارفة إن كسر الإنسان المصري هو اللي يحقق كل أحلامهم وأمالهم. وإنما أنتوا يا أولاد مصر ابتديتوا تقروا هذا وتفهموا هذا ومدركين ماذا يتم. ودايما هرجع أقول ما تم اليوم في تقديري أيا كان نوع وشكل القرار هو ترسيخ للعمل المؤسسي المفروض شعب مصر. وقت من الأوقات أحد رؤساء الوزراء المصريين قال مصر لسه مش مهيئة للديمقراطية. أنا بفكر المصريين إحنا بنبتدي نرسخ للأجيال القادمة. الأجيال القادمة في عمل مؤسسي، مفيش رئيس هينام ويصحى ياخد قرار وياخد مصر إلى الهاوية، لا، عشان هو مش رأي واحد، ده رأي البرلمان كله، والمؤسسة العسكرية جاهزة لتنفيذ أوامر الشعب المصري كيفما وأينما كانت. طيب سيادة اللواء، يعني خليني أستفيد من وجود حضرتك معانا في العديد من الملفات أيضا قريبة الصلة بنفس الموضوع اللي بنتكلم فيه. النهاردة كان في اتصال هاتفي بين الرئيس سيسي والرئيس ترامب، خليني أعرف حضرتك شايف إزاي موقف أمريكا. تحديدا كان عندنا لسه اليومين اللي فاتوا بيان من وزارة الدفاع الأمريكية بيدين الانتهاكات التركية في ليبيا وبيرصد أعداد المرتزقة اللي موجودة والميليشيات اللي بيدعمها الجانب التركي في ليبيا. خلينا نعمل قراءة في ردود أفعال الجانب الأمريكي. طيب أنا زي ما قلت لحضرتك قرون الاستشعار الأمريكية في مصر وفي المنطقة أبلغت الإدارة الأمريكية إن مصر حصل فيها وحصل لقاءات الشيوخ، اجتماع المجلس الدفاع الوطني، البرلمان بياخد قرارات، صبت البسائل دي في الإدارة الأمريكية. طيب يقينا محدش عارف مصر بتفكر في إيه غير المصريين، ومش عارفين أبعاد القرار المنتظر اتخاذه. هل مصر ممكن تدفع بقواتها المسلحة غرب خط الحدود وتصل والدعم قوات حفتر في سرت وفي الجفرة وتوابع هذا الأمر؟ هل مصر هتعمل عمل عسكري ضربات استباقية؟ هل مصر كل ده الإدارة الأمريكية بتفكر فيه؟ ما هو أنا بتكلم كلام المفروض ما أخدش فيه، إنما أنا بقول اللي بيدار على الساحة بين الناس صحيح. مش على الهواء، إنما أنا بوضح ببساطة شديدة القرار المصري محكوم بالمصلحة المصرية ومصلحة الإنسان المصري، لأن كل قرار من دول له توابعه المؤثرة على إمكانيات القوات المسلحة، ولن يدفع مخلوق لكسر الجيش المصري في الغرب عشان ما يبقاش جاهز للشرق. سأعيد يا إيمان، لن يدفع مخلوق الجيش المصري لأن يكسر في الغرب عشان ما يبقاش جاهز للشرق أو للجنوب أو لاتجاه آخر. قارئين لهذه للأمور ومدركين إن القوات المسلحة المصرية هي عصب وهي أذرع الشعب المصري، مش مطلوب كسرها. ما تم من اتصال تقديري بيتفهم ترامب اللي انتوا رايحين فين يا مصريين، انتوا بتعملوا ايه، هل الامر فيه هذا كبير، هل فيه. انما اعرف يا ايمان ان الصمت الامريكي والصمت الاوروبي على ما تديره تركيا مدبر ومخطط. ايوه الكلام ده ممكن يدار بين الاروقة ما يدارش على الملأ زي ما انا بقوله لك كده، انما انا بقوله على الملأ. الصمت التركي، الصمت الامريكي والصمت الاوروبي مدبر، وأطلقوا العنان لتركيا أن يتعيش فسادا في هذه المنطقة عشان تنفذ مقترح وخطة تغيير ملامح الشرق الأوسط. ونفهم من كده أن وقوف الدولة المصرية صامدة في هذه المنطقة هي الحجر العثرة اللي أمام الجانب التركي لتنفيذ استراتيجيته ومنهجه. أنتوا العقلة في الزور يا إيمان، أنتوا العقلة اللي في الزور، اللي كسروكوا هيحل المشكله كلها. مكاتب الاخوان هنا، امال الاخوان كانت جايه ليه يا ايمان؟ الله انت بتنسي يا ايمان. لا مش بنسى، لا طبعا كنا جايبين لكم الاخوان. لا انا مش بنسى ولا اي حد من المصر من المواطنين المصريين هيقدر ينسى سياده اللواء. يعني انا بضحك معاكي يا ماما، انا مؤكد ما بتنسيش، ده انت بتذاكري لاولادك وبتذاكري كل جيرانك واهلك. خليكم فاكرين كنا بنتباع على الهوا، كنا بنتباع بسفاله وبغباوه. لا اللي الامر طول ما مصر، دايما بقول طول ما مصر صامدة ومتكاملة ولم شعبها لما بقاش شرازم وتشتت ولسه متماسك مسلمينه مع مسيحيينه متكاتفين تكاتف كامل، مفيش عندي سنة وشيعة وصوفيين وسلفيين وكل الكلام ده، احنا وحدة واحدة. طول ما انتوا في هذا التكاتف الدنيا كلها عاملة حسابكم. ودايما زي ما بقول سنة 54 ما بنساش ابدا الدرس ده،
اما والدي كان بيحج وكان معاه حاج من تونس وحاج من لبنان، عارفه قالوا له ايه يا ايمان في الارض الطاهره؟ قالوا له يا حاج عبد العزيز اللي هو والدي، طول ما القنديل قايد فوق مصر طول ما العرب بخير. الله، صحيح. يعني طول ما مصر سليمه وقويه وعزيزه وما اتطفتش انوارها العرب هيبقوا بخير، مهما حدث في الدول العربيه ان شاء الله سنسعى لاعاده الامور في العراق وفي سوريا وفي اليمن ان شاء الله بهدوء شديد وباستخدام القوى الناعمه المصريه وباستخدام الخلق والقيم اللي احنا عايشين عليه. طيب سياده اللواء برضو يعني عذرا للاطاله، لكن حضرتك ما ينفعش تكون موجود معانا على الهاتف وما نستغلش كل الملفات نتكلم فيها. احنا يعني اكيد ما فيش مواطن مصري على ارض مصر يتمنى ابدا ان مصر تخوض حرب او تجربه حرب في اي ملف من الملفات اللي فيها توترات هذه الفتره. لكن خليني برضو انقل لحضرتك احساس ومشاعر وافكار المواطن المصري اللي موجود في الشارع. المؤسسه العسكريه على مدار يعني 4 أو 5 سنوات اللي فاتت بشكل غير مباشر طمأنت ووصلت فكره مدى جاهزيه واستعداد القوات المسلحه المصريه لخوض اي تجربه، وقد ايه القوات دي متطوره باعلى اساليب التسليح ومدارس التسليح العسكريه الحديثه اللي على مستوى العالم، وبدات ان هي تتقدم في مراتب وفقا لمواقع ومؤسسات عسكريه بدات تعيد تقييمها في مراتب يعني متقدمه جدا. يعني معلش لما نكون الدوله المصريه 13 على العالم وفي فتره وجيزه نوصل ل الترتيب التاسع، ده اعتقد ان في دول بتحتاج سنوات كتير عشان تعمل هذه القفزه او هذا التطور. فاحنا كمصريين عندنا الثقه في قواتنا المسلحه المصريه وفي جاهزيتها يا فندم. فخليني برضو اسمع من حضرتك قراءه لما يعني لما تطورت وما وصلت اليه قواتنا المسلحه المصريه مؤخرا. طيب أنا وأنتِ يا إيمان هنحاسب في يوم ما أمام رب العزة على ما ننقله للإنسان المصري. طبعًا. أنا موافقك على جزء كبير قوي من اللي قلتيه في البداية. أنا هتوقف عند ترتيب القوات المسلحة. مين إداكي الترتيب ده يا إيمان؟ هتقولي لي مراكز اللي بتقيم الدنيا في العالم. المراكز دي يا إيمان في دول مخصصاها ومشغلاها وبتدفع لها. بتدفع لها عشان تحطك النهاردة فوق وبكرة تحطك تحت. وبعد بكره تعليكي وبعد بعده تقول لك انت حقوق الانسان عندك صفر وبعدين تسكت عن حقوق الانسان شويه وتطلع لك بحاجه جديده. لا يا ايمان انسي الكلام ده يا ماما. لا انا بدور على ترتيب ولا بدور على الراجل قال احنا جيش قوي في المنطقه لكننا جيش رشيد. رشيد يعني ايه؟ كلمه في اللغه العربيه معروف مضمونها. انا جيش باحمي ولا اهدد واصون ولا ابدد. بصون كرامة وأرض وعرض الإنسان المصري ولا أفرط فيه شعرة منه. طيب يبقى نشيل من المضبطة بتاعت حديثي أنا وأنت النهاردة التركيب ده خالص. وبقول لأهل مصر محدش يضحك عليكم يا أهل مصر، محدش يقول لكم البحرية السادسة، البحرية المصرية هي السادسة في العالم. الجيش المصري اتقدم من ال 13 إلى 9 بأمارة إيه؟ ما حد يقول لي كده قولي له بأمارة إيه؟ أنت بتلمعني؟ أنت بتصبني؟ مش أنا اللي أنا عارفة قيمتي وعارفه مهامي وعارفه تسليحي واعدادي وكفاءتي مرتبطه بالمهام المكلفه بها القوات المسلحه وهي حمايه وصون وعرض وارض هذا الشعب. نتفق على هذا عشان ما يضحكش علينا ومفيش اي مراكز مدفوع لها وماجوره تاخدني الى انا احس ان انا ده انا ما حصلتش عشان يسعوا لكسري بطريقه ثانيه واخرى. انتبه يا ايمان لهذا الامر ارجو. النقطه الثانيه. انا ما اقدرش عشان جربت في وقت من الاوقات وانا في الخدمه اما حصل خلاف بيننا وبين الجهات اللي بتدينا السلاح نتيجه ان احنا مش ماشيين في الركاب ومش ماشيين في نفس السياسه واتمنع عني قطع غيار اسلحه حرجه. من هذا التوقيت الله يصبحه مسيب الخير بقى الوزير الدفاع الاسبق اما كان بيوصل هذا السؤال وانا كنت في الخدمه معاه والضباط يسالوا وانا بحضر وبسمع الاجابات كان اجابته واضحه اطمئنوا مش هنسيب نفسنا لحد يلوي دراعنا. كل فلوس التسليح اللي انتوا متخيلين هنحتاجها مركونه ومتوظفه ومترتبه ومستثمره بطريقه جيده جدا جدا جدا.
وانا عارف ان الوزير في هذا التوقيت ما كانش بيريح الضباط، لا، لان انا كنت في مكان يسمحني بالتاكد من ان موارد التسليح موجوده، وده اللي احنا النهارده بنشتري بيه. ده اللي النهارده اما احتاجت الدوله في وقت من الاوقات في ازمه 2011 2013 فلوس طلعتها القوات المسلحه من خزنتها. تسليح القوات المسلحه ما عندناش حل غير ان احنا نواكب كل ما هو جديد في التسليح. وعندي يا سياده اللواء نقطه مهمه، ان الانسان المصري بفضل الله قادر على استيعاب كل هذه التكنولوجيا. انا عارف الوقت ضاغط عليكي بالظبط حاجات معينه عشان بس والله احنا بنسعد جدا بكلام حضرتك وبنتعلم منك كتير جدا جدا، والراي العام كله الحقيقه بيثق في قراءات حضرتك للمشهد وتحديدا القراءات العسكريه. سياده اللواء ناجي شهود مستشار اكاديميه ناصر العسكريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خلينا نروح